انت طيب بالصحة الأهداف. والسلامة. الأهداف هي مشكلة كبيرة الأهداف، جدا طبعا للناس كلها. هو أنا أسيب نفسي كده يعني يلا اللي يحصل يحصل، ولا فعلا لازم أكتب وأبقى محددة أنا عايزة أعمل إيه وأحط لنفسي زي الشركات تارجت؟ طيب خلينا أول نقسم الناس عشان نبقى عارفين إحنا بنتكلم على إيه. خلينا نتكلم على ثلاث أنواع أو ثلاثة كاتيجوريز من الناس. منهم المستسلم تماما، اللي هو اللي يجي ما فيش هدف، مش حاطط هدف، وبيعيش اليوم بيومه، وده في الغالب بيبقى لو قسمنا او جينا نحلل شخصيته شويه هنلاقيه هو الى حد ما بيميل للتشاؤم، لان هو مش شايف اي جديد ومش شايف اي فرصه، فبالتالي هو مستسلم للامور. وعندنا شخصيه تانية اللي هي بتبقى عارفه هي عايزه ايه كويس قوي، عارفه اهدافها كويس قوي، وبتبقى مترجطه انها مش بس كمان ما تقررش الغلط، لا اكتر انها تعمل حاجه جديده في كل سنه، وتبقى بتستقبل السنه بمنتهى الايجابيه بمنتهى السعاده، وبتحط ايا كان من سلبيه ورا ظهرها، وبتركز جدا على الهدف. عندنا النوع الثالث من الناس، وفي الغالب اغلبيتنا من الناس دي، اللي هم بيبقوا عايزين يعملوا حاجات كتير قوي فما يعملوش ولا حاجه، لان ما عندهمش القدره ولا الوقت ولا الواقعيه ان هم يرتبوا الامور بالشكل الصح، اللي منها يبقى عندهم هدف يبصوا عليه يشجعهم انهم يوصلوا له، وبالتالي بيوصلوا بقى للمرحله الاولى خالص ان هم بيفقدوا الاهتمام يحبطوا فما بيعملوش اي حاجه خالص. فلو احنا قسمناهم خلينا نقول ناخد الشخصيه اللي هي عارفه هي عايزه تعمل ايه، وقبل ما الاول ما نقول انت عايز تحقق هدف ولا لا وعايز يبقى لك هدف ولا لا، لازم تعرف انت انهي واحده من الثلاثه. وايا يعني ايا كنت مين من الثلاثه، لازم تحاول تشتغل على نفسك وتغير نفسك انك تبقى الشخصيه اللي هي بتحركها الاهداف وشايفه الاهداف بشكل واضح. هو ده اهم حاجه، لان لو احنا ما عرفناش نقيم نفسنا بالشكل الصح عمرنا ما هنعرف نوصل لاي حاجه. صحيح. فاولا نبقى عارفين احنا جايين منين عشان نبقى متاكدين احنا رايحين فين. صح. وبعدين بعد كده نبدا نحدد اهدافنا بقى، نبدا نشوف قبل ما نحدد الاهداف ايه الحاجات اللي حصلت لنا او مرينا بيها، سواء من اهداف او من مواقف او من تجارب، ومش عايزينها تتكرر معانا تاني. ولازم ما بيننا وما بين نفسنا نبقى عارفين ايه اللي وصلنا انها تحصل فينا او انها تحصل معانا، والتجربه دي كانت ناتجه عن ايه. ودي اهم حاجه، ان احنا لازم نتلافى ونتلاشى الاخطاء اللي احنا بنعدي بيها علشان ما نكررهاش مره تانية. طيب ده كده بسم الله الرحمن الرحيم. طب احنا عايزين ايه بقى في السنه الجديده؟ وخلينا نبقى عارفين كويس قوي ان العوامل الجديده المؤثره على العالم كله اكيد ليها تاثير كبير قوي على اهدافنا. صح. وعلى تحقيق يعني أهدافنا. انت تبقى ماشي في طريق لكن الظروف اللي حواليك وباء فجاه جاء للعالم. بالزبط. يعني دي حاجات مش بايدك. بالزبط. عناصر مش بايدك. وهنا بقى بيفرق الشخصيه من الشخصيات الثلاثه، ان الشخصيه اللي عارفه بتعمل ايه كويس قوي بيبقى عندها باك اب بلان، بيبقى دايما ايا كان في حاجه تعوق الهدف بتاعها بتلاقيها على طول اخذت الخطه البديله، او ما فيش حاجه هتوقفها عن تحقيق الهدف حتى. او التكيف. حتى لو التكيف، بس في ناس بتتكيف وما خلاص بتقول ما هو ما انا مش بايدي حاجه، ما هو الظروف هي اللي وصلتني لده، فبالتالي بيفقدوا الاهتمام ان هم يحققوا الهدف. لكن هم مش بيتكيفوا قد ما هم بيبقى عندهم خطه بديله اللي هتوصلهم للهدف بشكل تاني. وونس ان احنا عارفين كويس قوي العوامل دي، درسناها، عارفين احنا عايزين ايه، نبدا بقى نقسم الاهداف دي. نقسمها يعني ايه؟ يعني مش كل الاهداف بتتكرر او كل الاهداف نقدر نحققها في نفس الوقت. في اهداف مننا قصيره المدى واهداف طويله المدى. صح. فلازم عارفين كويس قوي ايه اللي احنا عايزين نحدده او ايه اللي احنا عايزين نوصل له على المدى القصير وايه اللي على المدى الطويل، عشان نكون واقعيين. عدم الواقعيه بتاثر تاثير سلبي جدا على تحقيق اهدافنا. طب حكايه عدم الواقعيه دي، امال دايما يعني خبراء التنميه البشريه بيقعدوا يقولوا لنا اننا على قد ما احنا متخيلين نفسنا قد ايه كويسين على قد ما احنا هنبقى كويسين. هايل. طيب ما هو انا برضو بحاول اخلي حجم توقعاتي كبير وثقتي في نفسي كبيرة وأحط أهداف كبيرة علشان أوصل للحاجة الكبيرة دي. تمام. طيب يعني كلام حضرتك دلوقتي بيحسسني لأ لازم أبقى واقعية. واقعية. ارجعي خطوتين لورا. لأن فرق كبير قوي بإنك تبقي واثقة في نفسك وعارفة قدراتك وبتتحركي على قد قدراتك، وفرق أكبر بإنك أنت بتحلمي وبتتخيلي بتحطي أهداف مبالغة عن قدراتك، فبتندط إن أنت ما بتحققيش أي حاجة. صح. زي بالظبط بنقول مش عيب إنك تحلم ومش حرام إنك تحلم، ده بالعكس البني آدم لما بيحلم سكايز يعني خلاص بقى خلاص. أبعد مدى مالكش سقف. فخلينا نقول غير البني آدم اللي ما بيحلمش، بس معنى كده إنك تفضل عايش طول عمرك في الحلم
هيبقى وهم، فبالتالي عمره ما هيبقى حقيقه. فاحنا حتى لما نحلم لازم نحلم بالحاجه اللي دايما، وده الهدف طويل المدى. احنا بنحلم وبنبص على الهدف طويل المدى اللي احنا عايزين نوصله، بس عشان نوصله في حاجات كتيره قوي قصيره المدى لازم نحققها. طب ازاي يعني نختار اهداف قابله للتحقيق؟ ما هو ده برضو تشالنج او تحدي. طبعا خلينا، اهداف قابله للتحقيق بترجع لشخصيه كل واحد وظروفه. يعني لو احنا بنتكلم على اسره، يبقى انت لازم هدف يكون شخصي ليكي قبل اي حاجه تانية، او ليك قبل اي حاجه تانية. لان لو انت ما عندكش هدف شخصي عمرك ما هتقدر تحقق اي هدف ممكن يكون بيمس كل اللي حواليك او بيأثر على كل اللي حواليك. فبالتالي هدف شخصي ليك، وهدف له علاقه بالاسره اللي هو ولادك، اولادك، جوز زوجك او زوجتك، وهدف له علاقه بشغلك لو انت، لو هي بتشتغل او طبعا هو بيشتغل، هدف له علاقه بالشغل، وهدف له علاقه بشكل الحياه انت عايزه عامل ازاي. الاهداف الواقعيه، يعني انا بقول النهارده مثلا انا عايز ننقل، احاول ان السنه الجايه اركز ان احنا ننقل البيت. انا عايز ولادي ابدا انت عملت أشتغل. ايه بقى علشان يعني بالظبط للهدف انت تحط الهدف الكبير، ابدا بقى تحط تكسر الكلام ده. ودي بقى الحاجه التالتة اللي كنت هأكد وأوصي بيها جدا. ناس كتيرة جدا للأسف بتستهتر بفكرة الورقة والقلم. طبعا احنا دلوقتي ما بنستخدمش الورقة والقلم، بس حتى لو بتكتب على الموبايل تاخد نوتس لنفسك. هي دي العنصر الوحيد او ده الرقيب الوحيد اللي بيأكد لك وبيخليك دايما عارف انك هتحقق الهدف. كل ما تفتح وتبص عليه وتشوف انت تقدمك فيه من فين لفين، ده الوحيد الرقيب اللي بيخليك تحقق الهدف. لان كتير مننا ما عندهمش القدرة ان هم يقرروا او ياخدوا ويحددوا الهدف في دماغهم ويفضلوا شايفينه وعندهم دافع يخليه يوصله. عشان كده بقول انك تاخد بيانات بحاجه زي دي مهمه جدا. تحط الهدف الكبير وبعدين تبدا تقصر الهدف الكبير هتعمل ايه عشان خاطر توصل له. دايما الواحد وهو مسافر لو حتى ماشي بشويش لكن في الاتجاه الصح امله في الوصول اكبر بكتير بكتير. يعني ما بقاش على اسكندريه في الشمال وابقى ماشيه ناحيه الجنوب، يعني ما تبقاش طالع اسكندريه عايز بالظبط كده. ازاي بقى احكم المنطقه دي؟ ازاي ابقى ماشيه في الاتجاه الصحيح وفي عناصر بره ايديا؟ اتجاه الريح، الاوبئه، يعني في عناصر كتير ما بتبقاش في ايدي. يعني في وقت من الاوقات مثلا